أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول حفظكم الله، ما معنى قول الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون؟ نعم، إن يقول جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني استمروا على الردة إلى أن ماتوا، فإنه لا تقبل توبتهم عند الموت، إذا حضر الموت لا تقبل توبتهم، بل إنهم يعاملهم الله معاملة الكفار، ماتوا على الكفر لأنهم لم يتوبوا. وقيل إن الآية في من تكررت ردته، في الذي يرتد ثم يتوب ثم يرتد ثم، فهذا لا تقبل توبته لأنه متلاعب. نعم.